أثابكم الله. من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، هل له علاقة بالقول بخلق القرآن؟ يعني ما عبارة هي القرآن قرآنا يمشي على الأرض، هذه مبالغة، ولا يوصف القرآن بمثل هذا، هذه مبالغة ولا يوصف القرآن بمثل هذا. نعم، لأنه يشبه من يقولون بخلق القرآن، يشبه وإن كان ما يقصده هذا، لكن هذا من سوء العبارة. نعم.